ده الرحم بتاعنا، وده هناخد زوم وهنعمل زوم على كيس الحمل بتاعنا. ده كيس الحمل اللي جواه جنين اللي قلبه بينبض، اللي احنا لو حطينا كلر عليه ده هنشوف القلب اللي هو عمال بينبض ده بفضل من عند رب العالمين. ألف مبروك. لا ده انت ده انت دكتوره وتقيله يعني كمان، يعني ماستر جيناتكس والصحه. الف مبروك ليكم انتوا الاثنين. الله يبارك فيك. لحظه يعني مهمه، وانا عارف وانا بحس في حياتي ان دي لحظات انا ذات نفسي كواي فيها ببقى حاسس بالناس يعني. الف مبروك ليكي. بلاش عيط بقى خلاص. احنا دلوقتي 15 سنه 16 لا 16 سنه اولموست 16 سنه فشلنا في 5 مرات حقن مجهري في ما بين السعوديه وما بين الامارات. اول مره ليك هنا في مصر، اول مره في مصر الحمد لله. وكان في دكاتره برضو بتشرف عليكي في اكبر مراكز في السعوديه. على فكره في مصر مركز جيتي مركز قبل كده في مصر بدون ذكر اسمه. ايوه ارجوك. بس اصلا ما وصلت لانه انا ولدت كان ضار رحمي. اه ما تشخيص، ما حدش قال لي خدي عينه وغيره. والبروسيجر والحته كلها معايا بتيجي معايا. حسيت ان احنا نختلف شويه عن اي حد اشتغل معاكي؟ كتير يعني بالنسبه لشنو، حتى مثلا في البروتوكول بتاع العلاج في حاجات كتير بالنسبه لنا كانت ديفرنت. طب كويس جدا. حتى الادويه كويس. الحاجه الثانيه قصته انه ستيب باي ستيب يعني انه احنا بناخد وقتنا جامد قوي. وعندنا يعني معاكي بروجرام علاج سنه كاملة. يعني اول حاجه انه النظام بتاخد عينه، انا لاول مره حد يبين اخد عينه. الناس كانت تعتمد على الحاجات الثانيه انها تكون هي مسببات. نعم. وناسين مشكله انه فعلا في مشكله في الرحم. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه البروتوكول هنا حتى قبل الارجاع يعني كان عندي جلسه بتاعت بطانه رحم. نعم. شوفي احنا بناخد وقتنا بشكل طويل جدا مع الحاله. بندرس الملف كويس. لا نزعم ان احنا لو في بني ادم في الدنيا بيزعم ان هو بيعزم على عيانه او يقول ان انت هتحملي فهو عارف ان انت هتحملي، مفيش بني ادم في الدنيا كده. والا كان كل الناس قفلت الشغل بتاعها وكان الراجل ده فضل قاعد في جزيره وكلنا بنروح له والعالم كله بيقعد عنده وممكن يعملوه اله. فهو مفيش حد كده، بس احنا بنزعم ان احنا بنتقي ضميرنا جدا وبنحاول ان احنا نعمل للمريض افضل شيء. لما خدنا الملف بتاعكم فشل 5 مرات حقن مجهري و ما بين ناس انتوا رحتوا مراكز قويه في الامارات وفي السعوديه لدكاتره افاضل وناس كويسين وكل حاجه. فطبعا عشان ناخد ملف زي ده ونشتغل بيبقى المريض مش فاهم هو طب انتوا هتعملوا لنا ايه زياده، ويبقى عنده فائد الامل. احنا اختيارنا الجنين ولد سليم ان احنا نحطه مع اختيارنا ان احنا نمشي سنه كامله في العلاج ان احنا نجهز ونأهل، ولذلك احنا بنشتغل الحالات الصعبه. وكل اللي احنا بنقوله بنقول يا رب ان اللي احنا عملناه ده يكلل في الاخر بالنجاح. فهو النبضه اللي انت سمعتيها اللي انت بتبكي عليها دلوقتي دي هي كل املنا في الحياه، وبنامل ان احنا نكمل بعد كده ان شاء الله عشان نوصل بيكم البر الامان وتبقى اكبر فرحه وقت الولاده لما نسلم لكم ابنكم ولي العهد باذن رب العالمين. انا فرحان بيكم يعني انت خدتي ماجستير في الجيناتكس والمايكروبيولوجي ودلوقتي اعتقد ممكن تاخديه في الامبريولوجي. بالظبط. الف مبروك ونشوفكم على